على صعيد آخر، أكد قائد شرطة ديالى لواء فيصل العبادي أن قيادته مستمرة في البحث عن الأسلحة الثقيلة داخل المحافظة، فيما أشار إلى أنه ليس هناك أي خطوط حمر في مصادرة الأسلحة وتطبيق القانون. وقال اللواء العبادي: لدينا أوامر واضحة من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بحصر السلاح في ديالى ومصادرة فورية للأسلحة المتوسطة والثقيلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفق الصلاحيات.